عقيدة السياسة الخارجية الكويتية هي صنع السلام، التدخل والحياد الإيجابي، العمل الخيري والعمل الإنساني. فالكويت يعني سابقة لأوانها بالفعل، يعني لم تقارن الكويت. الكويت استقلت استقلال كامل واستعادت سيادتها في جون 1961. بعد 6 أشهر بالضبط سوت الكويت اللي ما حد سوى، أنشأت صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية. ولاحظوا اسمه، متأثر بالقومية، البعد العربي والإسلام. هذا جزء من السياسة الخارجية الكويتية، فيها بعد إسلامي وبعد عربي وبعد قومي. يعني اللي درس عندي سياسة الكويت خارجية فاهم هذه اللي يعني الخلفية للسياسة الخارجية لدولة الكويت. فصندوق الكويت للتنمية اللي يعرف اختصارا اليوم بالصندوق الكويتي، أنا قلت حق الوزير الشيخ دكتور محمد الصباح الله يوجه له الخير، زميلنا وصديقنا كان بالجامعة، إن ليش ما غيرتوا اسمه؟ زين خلاص، ما يعني صندوق الكويت هو أنشئ لإعطاء قروض ومساعدات ميسرة وقروض للدول العربية، وأعطى 16 دولة عربية قروض ميسرة، ثم توسع وصل إلى 107 دول. فما عاد الصندوق العربي، صار الصندوق العالمي. قلت سووا اسمه شيء عالمي، يعني ليش صندوق العربي مسكين؟ قال لأن البعد العربي مهم جدا لنا في السياسة الخارجية.